وهلا بدنا نحكي عن تنبيهات الجوجل. ايش هي تنبيهات الجوجل؟ هو زي كأنك تعمل بحث في محرك البحث تبع جوجل وبتدور على اي كلمة او اي موضوع، فبدل ما تضلك تعمل بحث بشكل يومي، لا، تبدأ وبتصنع تنبيه، وكل ما تم ذكر الكلمة هذه اللي انت بتبحث عنها بيوصلك ايميل برابط المقالة. طيب تنبيهات الجوجل وين بتدور؟ بتدور بثلاث أماكن، في المدونات والمواقع الإخبارية والمواقع العادية. فكيف نسوي تنبيهات الجوجل؟ بنروح على google.com/alerts اللي هي تنبيهات، ومن هناك بنصنع تنبيه جديد. نكتب مثلا مفردة إما بالإنجليزي أو بالعربي، نكتب مثلا خالد الأحمر مثلا. فهنا بيعطينا سامبل من النتائج، فهنا بنطلع على السامبلز. إذا النتائج قريبة للي إحنا بندور عليه نعتمد التنبيه هذا، فكله قريب وكله بيحكي عن نفس الشخص نحكي أوكي. خلينا نتحكم أول إشي، فهنا بيعطيك أكثر من خيار: how often، المصدر، اللغة، القطاع، كم مرة، وين نبعته. فهاو أوفن بيحكي لك as it happens، ولا نبعته مرة باليوم ولا مرة بالأسبوع. نحكي له أول ما يصير بعت لي. المصدر بيحكي لك المدونات، الأخبار، المواقع. نحكي له أي مصدر مش مهم. اللغة بنحكي له بعت لي أي لغة. والمكان بتحكي له بعت لي أي مكان مش مهم من أي بلد. كم مرة بحكي له بعت لي كل النتائج مش أفضل النتائج، وبعته على إيميلي. فهلأ رح أعتمد أنا الكلمة هذه، التنبيه هذا للكلمة هذه بالإعدادات اللي أنا رتبتها هنا، بسوي create alert. هلأ صار عندي تنبيه جديد موجود عندي، ولازم كل واحد فينا يعمل تنبيهات خصوصا لإسمه، في spelling متعدد وفي لغات متعددة. شكرا كتير.